أهلا بيكم في الدرس الثاني اللي هنشرح فيه قائمة تولز، وهنشرح فيه كمان خطط الأسعار بتاعة الموقع. لو بدأنا بقائمة تولز هنلاقي فيها أكتر من أداة موفرها لنا الموقع عشان تساعدنا في الاختيار بتاع الصور أو في التعديل بتاع الصور. هنبدأ أول حاجة بأهم حاجة عندهم وهي شاترستوك إديتور. مجرد ما هضغط على جيت ستارت هنا هيفتح لي الشكل ده. وظيفته ايه؟ هو محرر للصور. والناس اللي متشغلش على برامج الفوتوشوب وبرامج التصميمات، فهو عامل لهم الاداة دي عشان خاطر يقدروا ان هم يعدلوا على الصور بتاعتهم اللي هيختاروها من الموقع بمنتهى السهولة. طبعا الاداة دي بتكون مفتوحة فقط للمشتركين في الموقع مش فري. عندنا هنا لو جينا عملنا create new بيفتح لنا الشكل ده، ويبدأ يقول لنا انت محتاج الكانفاس بتاعك هيكون ايه، السايز بتاعه. طبعا هو عامل لك هنا مميزاته ان كل الملفات بتاعة السوشيال ميديا بمقاساتها موجودة بريست عنده، يعني حطها لك جاهزة عنده. فانا لو محتاج ان انا اشتغل على فيسبوك كفر وليكن، فهختار ده. هو على طول المقاس بتاعه موجود المعتمد من الموقع اللي احنا بنختاره زي الفيسبوك مثلا، فهو ده الكفر المقاس بتاعه. انا لو ضغطت عليه هو هيفتحه لي اريد على طول بالمقاس بتاعه. عندي هنا تمبلت موجودة، تصميمات جاهزة موجودة، فانا لو اخترت اي تصميم منهم وليكن التصميم ده هيفتحه لنا. طبعا الجزء الخافت ده مبيبقاش موجود. لو انا ضغطت على ريموف ووتر مارك هنا هيشيل لي الووتر مارك اللي موجود اللي هو الشاتر ستوك ده، ولكن ده في حالة ان انا بكون دافع فلوس او مشترك معهم في الموقع. هنا اقدر اغير الكلام، هنا اقدر اغير الصورة نفسها او اعدل عليها. خلينا ناخد هنا الصورة ديت، انا بعلم عليها وباجي على الايكون ده بيقول لي سيرش ايمج والشورت كات بتاعه اس. هنا بيفتح لي السيرش انجن بتاع الموقع نفسه، محرك البحث بتاع الموقع. بقدر هنا ادخل اقول مثلا وليكن كار واعمل بحث، هيفتح لي نفس الصور اللي موجودة في الموقع نفسه. فانا هختار مثلا وليكن الصورة ديت وهقول له set as background، يعني حطها لي في الخلفية. فاول ما هعمل كده هيقول لي انت عايز تريبليس الصورة بالصورة اللي موجودة، هقول له ريبليس، هتظهر لي بالشكل ده. اقدر انا ساعتها امسك الصورة واحددها وابدأ اروح بيها فوق وتحت عشان احددها في المكان الامن بتاعي اللي هيظهر واللي هو هيكون هنا. كل المساحة الغامقة دي طبعا مش هتظهر معايا، اللي هيظهر معايا في الكفر المساحة الفاتحة بس ديت. انا كده حددت الصورة بتاعتي. في بعض الادوات هنا اللي اقدر العب في الصورة بتاعتي بيها. اول حاجة ان انا ممكن اقلبها بالشكل ده وممكن اقلبها هوريزونتال بالشكل ده. انا حبيت ان منظرها يكون بالشكل ده فهخليها كده. اقدر ان انا بعد كده اعمل لها نسخة تانية من نفس الصورة. اقدر ان انا اعمل لها ديليت، اقدر ان انا اعمل لها كروب، والكروب اللي هو قص. فانا لو عملت كروب كده فانا قصيت وبيديني اشكال كتير جدا اقدر اقص منها، يعني اخليها بالشكل ده او اخليها بالشكل ده او اخليها بالشكل ده، خلينا ناخدها كده او بالشكل ده او بالشكل ده. ولكن احنا هنعمل ريسيت عشان نرجعها زي الاول ونكنسل من هنا. دي اصبحت عندي الصورة الاساسية بتاعتي. لو انا عايز حبيت اعدل على الصورة، انا دخلت في الصورة ودخلت في المشروع بتاعي ورجعت قلت لا انا مش عايز اعملها للفيسبوك كفر، انا عايز اعملها فيسبوك ستوري، على طول هيديني المساحة بتاعته على المساحة الاساسية اللي معتمدة في الستوري بتاع الفيسبوك، واللي هي بتظهر عندي هنا 1080 بكسل في 1920 بكسل. وممكن اقدر كمان اعمل سيف للبريسيت لو انا عدلت عليه. طيب انا هرجع تاني للكفر اللي هو 1702 في 630 بالشكل ده كده. ولو ضغطت هنا تاني على الصورة هتظهر لي شوية اعدادات هنا، اولهم الفلتر ان انا اقدر اغير على شكل الصورة نفسها او الالوان بتاعتها، واقدر احدد الفلتر نسبته قد ايه هتنزل على الصورة. بعد كده في بعض الافكتات اللي موجودة زي الستريشن، زي التشبع الالوان، زي الاضاءة، درجة حرارة اللون، اقدر العب بقى في الحاجات دي كلها من هنا بحيث ان انا اغير في اعدادات الصورة نفسها، اغمقها، افتحها، اشبعها باللون، اقليها اقل شوية تشبع، اعدل في الكونتراست بتاعها وغيره من الاعدادات. ده كله لو انا وقفت على الصورة. لو انا معلمتش على الصورة وسبتها كده بتختفي اعدادات ديت من هنا. من هنا اقدر ازوم على الصورة عشان اشوف اكتر. من هنا اقدر ارجع
وزوم اوت تاني. بعد كده ممكن انا اختار الاوبجكت ده اللي هو الكتابة واقدر احركه في المكان اللي انا عايزه، اقدر اجي من هنا واصغره عشان ما يجيش على الصورة، وبعد كده اغير الفونت بتاعه باي فونت تاني انا حب اشوفه بيها، وليكن انا اختار اي فونت تاني ماشي هنقول ده مثلا. بعد كده نقدر نغير في الاعدادات بتاعته، نخليه بولد، نخليه خفيف، نخليه مايل، نغير في اللون بتاعه، لون مثلا زي ده، لون زي ده، لون زي ده مثلا. ولازم اقف على الاوبجكت عشان يظهر لي العناصر بتاعته، ممكن اعمل له بوردر يعني اطار، وممكن الشفافيه بتاعته اقللها او اكبرها بالشكل ده اهوت، اخليها فاتحه او بهتانه او اخليها قويه. بعد كده هاخد الاوبجكت ده وهخليه مثلا في المكان ده وهغير لونه اللون ده كده. الووتر مارك ده كله بيتشال بعد كده في حاله ان انت وافقت على الصوره. يبقى احنا كده بمنتهى البساطه عملنا كفر للفيسبوك بصوره من شاتر ستوك، وعملنا عليها كمان الكتابه بتاعتنا. لو ضغطت دبل كليك عليها هقدر ان انا اغير الكتابه نفسها بالطريقه ديت كده. فاصبح ان انا عملت تصميم بالاداه بتاعت شاتر ستوك بمنتهى البساطة. انا لو جيت هنا بقى هلاقي فيه البريسيت سايز، والبريسيت سايز ديت اللي هي كل المقاسات اللي متاحة في الموقع مخزنة، بحيث ان انت تختارها يغير لك المقاس على طول على نفس الصورة بتاعتك. بعد كده في التمبلتس، واحنا قلنا التمبلتس دي التصاميم اللي موجودة اهي، تقدر تختار اي واحد برضو فيهم دلوقتي وانت شغال هيحول لك التصميم على نفس الصورة ديت لتصميم تاني منهم تقدر تعدل عليه. بعد كده التكست، طبعا التكست هنا هو مديك عينات او تمبلتس للتكست انت ممكن تشتغل عليها بالشكل ده، يعني مجرد انا اخترت مثلا ده عاجبني انا هختار اتك عليه كده بس، هيجيلي هنا يظهر لي هنا ابدا اخده بالشكل ده وابدا اعدل عليه زي ما انا عايز بنفس الفونتات بنفس كل حاجه موجوده، وابدا امسك دي من هنا لو عايز اخليها يمين شمال ادورها بالشكل ده، يعني اخلي العناصر بتاعت التكست دي كلها مسحتها عملت لها ديليت بالشكل ده، تتعمل معايا ديليت من الكيبورد، وهمسك الجزئيه دي اهيت احطها بالشكل ده اهوت اهوت، واغير هنا اللون بتاعها وهنا اغير برضو اللون بتاعها بالشكل ده، هتكون كده التصميم اللي هيظهر معايا. بعد كده العناصر بتاعتي او الشيبس الموجودة اللي هو موفرها لي الموقع او الايكون او الموجي نفسها، ده طبعا اخد الموجي زي ده كده، مجرد ما اعمله هنا كده هيجيني، ممكن اكبره ممكن اخليه كده دائري وهكذا، ممكن اخد شيب معين مجرد اضغط عليه بعمله بالشكل ده كده وانزله كده. فقدرت اتعامل مع الناس اللي بتفهم في برامج التصميم زي الفوتوشوب، تقدر ان هي تعرف الكلام ده بمنتهى السهولة. هو هنا بيعتمد على نظام layers، طبقات، طبقة فوق طبقة. بعد ما حسيت ان التصميم بتاعي كده مناسب ليا انا ممكن اعمل كده عشان اكبره فول سايز واشوفه هيكون شكله عامل ازاي. بعد كده بعمل داونلود، مجرد ما انا بعمل داونلود المفروض ان انا هاخد الشكل ده بالمقاس ده، ولكن لازم قبل ما اعمل لازم اكون مشترك في الخطط بتاعتهم اللي المتاحة على الموقع، اقدر اشترك على واحدة واعمل داونلود تنزل لي على طول الصورة، اخدها ارفعها على صفحة الفيسبوك على طول وعنديش اي مشكلة فيها. وبكده احنا خلصنا اول اداة، وهي اداة الاديتور او محرر الصور الخاص بشاتر ستوك، ده رقم واحد. هنرجع تاني ونشوف التولز اللي بعديها او الاداة اللي بعديها، وهي الموبايل ابس. الموبايل ابس هو البرنامج بتاع شاتر ستوك على موبايلات السمارت فون، سواء كان على الابل او على الجوجل بلاي. على الابل ستور هتضغط هنا هينزلهولك، على الجوجل بلاي او البلاي ستور هينزلهولك، وده شكل بيشرح لك شكل البرنامج بيكون عامل ازاي السمارت فون. بعد كده البلاجنز، البلاجنز ديت هي عبارة عن ادوات لشاتر ستوك بتنزل لي برامج معينة، هي مبرمجة من قبل المطورين بتوع الموقع وعملينها للبرامج بتاعت التصميم. فخلينا ناخد مثلا اول حاجة وهي شاتر ستوك فور فاينل كات برو. فاينل كات برو ده عشان اللي محدش يعرفه ده برنامج محرر فيديوهات مونتاج
موجودة على أجهزة الأبل. الاكستنشن ديت أو الأداة ديت بتنزل، فتقدر إن أنت تشتري الفيديوهات بتاعتك من داخل البرنامج على طول، مش مضطر إن أنت تدخل على الموقع. بتدخل بتحط اليوزر نيم والباسورد بتوعك، وأنت لو أنت مشترك في باقة من الباقات بتاعت الموقع على طول بتقدر تنزل من داخل البرنامج وأنت شغال الفيديو. بتعمل سيرش على الفيديو اللي أنت عايزه، بتنزل المقطع الفيديو اللي أنت عايزه، وتقدر تشتغل عليه وتعمل إيديت عليه، وبعد كده تمنتجه وتحطه في العمل أو البروجكت بتاعك الأساسي اللي أنت شغال عليه. بعد كده في اكستنشن تاني خاص بالجوجل كروم، هو جوجل كروم اكستنشن، وده تقدر تعمل برضو من عليه سيرش على الصور من داخل متصفح جوجل كروم على طول. اللي بعده وهو ادوبي كرييتيف كلاود ابليكيشنز، وده خاص ببرامج الادوبي زي الالستريتور والانديزاين والفوتوشوب والبريمير برو، كلهم تقدر من عليهم تقدر تشتغل. دخل يوزر نيم وباسورد من داخل البرنامج نفسه، بيبقى في أداة بتنضاف على البرنامج من داخل، بتضغط عليها بتدخل اليوزر نيم والباسورد بتوعك، وبعد كده بتعمل سيرش، وبعد كده تقدر تنزل الصورة على طول دايركتلي في البرنامج بدون ما تطلع وتجيبها من الموقع وتنزلها وتسيفها عندك على الجهاز وبعد كده لا على طول. برضو في السكتش موجود البلاجن ده، وفي بعد كده الجوجل سلايدز، ده حاجة زي الباوربوينت بس خاصة بجوجل، وبرضو مايكروسوفت باوربوينت تقدر تدخل من داخل البرنامج نفسه وينزل الصورة اللي انت عايزها. ده كده شرح بسيط لكل التولز او البلاجنز اللي موجودة في الموقع لبرامج التصميم. بعد كده ايمج ريسايزر، وده خاص بتعديل الصور او تعديل مقاس الصور، وده فور فري، يعني تقدر اي حد يدخل عايز يغير المقاس بتاع الصورة يدخل يختار الصورة اللي هو عايزها ويغير المقاس من الاداة ديت. اداة خفيفة جدا، ستيب رقم 1 بتختار الصورة من هنا، بتعمل ابلود من على جهازك، وليكن انا هختار صورة معينة وهنقوله مثلا هي ديت. اخترت الصورة ديت، هي حاليا مقاسها سوري الاول عايزين نقول ان الصور اللي بتختارها لازم تكون يا اما جي بي جي اكستنشن اسم العيله اللي احنا قلنا عليها قبل كده، وبي ان جي، بس فقط هم دول اللي تقدر ان انت تختارهم. بتعمل ابلود بالشكل ده وبتختار الصوره اللي انت عايزها، بعد كده بتختار من عندك من هنا المقاس اللي انت محتاج ان هو يكون موجود عليه. فانا مثلا هختاره لارج 2000 × 1333 اهوت، وبعمل داونلود. طبعا هيغير لي المساحه، هيقول لي ان المساحه بتاعتها هتبقى 2 ميجا، انا بعمل داونلود على كده بالشكل ده. مجرد انا بعمل داونلود هي بتنزل لي عندي على الجهاز بتاعي، انا باخد ده عشان اتاكد ان هي بقت مساحتها مختلفه، بفتحها على الفوتوشوب من هنا سوري، بشوف المساحه بتاعتها، هل المساحه بتاعتها اختلفت ولا لا. لو لقيت اهوت هبص اشيك عليها واجي افتح هنا هلاقيها 2000 فعلا في 1333، يعني معنى كده ان الاداه دي شغاله مظبوط. نيجي بعد كده للاداه اللي بعديها وهي فايل كونفرتر. فايل كونفرتر هو محول صيغ لفايلات، طبعا هو بيقبل برضو الجي بي جي والبي ان جي بس ما يقبلش اي حاجه تانية، ما تحطوش اي حاجه تانية عشان مش هيقبله. تختار مثلا الجي بي جي وليكن صوره زي ديت اهيت جي بي جي، هتقول له انا محتاجها جي بي اي جي ولا محتاجها بي ان جي ولا محتاجها تي اي اف. انا هحتاجها بي ان جي وهضغط هنا، هو هيحولها لك على طول لفايل بي ان جي. تمام، الاكستنشن بتاعه اهو بقت بي ان جي. بعد كده انا عندي حاجه اسمها كولج ميكر، وديت عباره عن لو انا جيت هنا جيت ستارت، هي عباره عن هيدخلك برضه على الايديتور نفسه تاني محرر الصوره، لكن هو بيديك ان انت تعمل كولكت ما بين صورتين او اكتر من صوره بشكل معين، وبعدين تعمل عليهم تصميم وتكتبهم وتكتب عليهم اللي انت ايه اللي انت عايزه. ده بمنتهى البساطه عشان ما نطولش في الفيديو. وبعد كده هناخد اخر حاجه، وهي حاجه على الاداه لها علاقه بالالوان. الاداه اللي لها علاقه بالالوان ديت هنبص عليها دلوقتي، هنفتحها هنلاقي الصفحه دي جات لي كلها بلته الوان كبيره جدا وضخمه. تمام، انا مثلا عجبني لون وليكن اللون ده اسمه روز ريد، لو انا ضغطت على الروز ريد هيطلع لي اللون وهيطلع لي اسمه وهيطلع لي معلومات عنه ازاي اتنشأ وازاي اتسمى والكلام ده كله، وهيديني درجة الالوان بتاعته
تمام، مجرد ان انا بضغط هنا بس على كليك ديت بياخد لي على طول الكود، مش لازم اقعد اعلم عليه كده، لا انا مجرد بس ما هقف هنا اضغط كليك خلاص انا خدت الكوبي بتاع الكود بتاعه، وادخل اعمل اللي انا عايزه على المواقع سوري البرامج بتاعت التصميم اللي انا عايزها بنفس اللون ده، خدت الكود خلاص. كمان انت تقدر ان انت هنا بتعمل بتشوف كل الصور اللي لها علاقة باللون ده او قريبة من اللون ده او واخدة من اللون ده، تمام. تقدر تبحث هنا كمان على الايمج اكتر اللي انت مختار اللون بتاعها، وكمان تقدر من هنا ان انت تختار الوان تانية تبص عليها. فانا عايز الرويال بلو ده ابص عليه، هدخل عليه هيديني برضو نفس القصة بنفس الاكواد، وادخل هنا هتلاحظ هنا ان الصور اتغيرت وجابت من نفس درجة الالوان ديت اللي هي الازرقات ديت، بدأ يجيب لك الصور كلها اللي موجودة في شاتر ستوك. فدي بتحدد لك اللون اللي انت عايزه والصور المتاحة على الموقع اللي قريبة من اللون دي، لو انت محدد اساسا لون في تصميم معين او لون خاص بايدنتيتي معينه لشركه معينه وانت شغال عليها، فانت تقدر ان انت تدخل تحدد اللون اللي انت عايزه وتشوف الصور عشان خاطر ان انت تبدأ تنزل الصور اللي انت عايزها بنفس الكود بتاعتك وبنفس الكود بتاعك وما تبعدش عن الهوية بتاعتك. ده كده اتكلمنا عن الادوات كلها المتاحة في شاتر ستوك. ندخل دلوقتي على خطط الاسعار. احنا لو دخلنا على البرايسنج هنا هنشوف خطط الاسعار المتوفرة حاليا. الخطط دي يا جماعة هي الخطط اللي موجودة حاليا، ودي الخطط الخاصة بالافراد. لو تلاحظوا ان هي free included شاتر اديتور برو، يعني خلاص هو داخل معاها الاديتور المحرر اللي احنا شفناه من شوية، عشان بيقول لك هنا كرييت سوشيال ميديا بوستس وبروموشنز وحاجات من ديت في اقل من دقايق، بيشرح لك الاديتور نفسه وبيقول لك ان ده فري داخل الخطة اللي انت هتختارها. طب هو عندك هنا حاطط لك اربع خطط اساسيين. لو انت حابب تنزل 750 صورة في المانس في الشهر هتدفع $199 شهريا، مقابل الصورة ساعتها هتكون واقفة عليك ب27 سنت الصورة الواحدة، يعني 750 صورة هتدفع عليهم 199. طيب هيجي لك واحد يقول لك لا انا مش عايز اشتري 750 صورة كتير عليا في الشهر، وفي الوقت ده هدفع $199 مش هستفيد بيهم، يبقى هو عمل لك خطة تانية تكون اقل شوية في التكلفة واقل برضو في عدد تنزيل الصور، وهو بيقول لك ده انسب خطة ليك. هو محدد لك بيقول لك ان دي انسب خطة ليك وديت اللي الناس كتير بتشتريها، وهي اللي هي 350 صورة في الشهر هتدفع عليهم $169 في الشهر، وبيكون الصورة الواحدة واقفة عليك ب48 سنت. قلت لي لا وانا معيش $169 او مش عايز اشتغل او انزل 350. قال لك اوكي خد لك 50 صورة في الشهر ب$99 والصورة ساعتها هتكون واقفة عليك $98. قلت لي لا يا عم انا ما عنديش انا الكلام ده كله، انا ما عنديش $99 هدفعهم كل شهر كتير عليا او مش هستخدم برضو 50 صورة. قال لك اتفضل خد واحد كمان اهوت ب10 صور في الشهر و $29 في الشهر، واقف عليك الصورة ب2 دولار و90 سنت. نفهم من كده ايه؟ هو حط لك كل البلانز اللي تناسب كل الشرايح اللي موجودة، اللي معاه فلوس اللي معهوش فلوس، اللي محتاج صور كتير او اللي مش محتاج صور كتير ومحتاج صور صغيرة. اصبح هو مديك كل الاوبشنات انت عليك تختار. بس لاحظ معايا حاجة، هنا الصورة الواحدة تكلفتها غير تكلفتها هنا. هنا بدأت تكلفة الصورة الواحدة ب27 سنت، هنا الصورة بقت ب2 دولار و90 سنت. يعني ايه معنى كده؟ يعني معنى كده ان انت كل ما هتديله فلوس اقل هتنزل صور اقل وهتبقى تكلفة الصورة عليك اعلى. هنا مين المستفيد؟ احنا المستفيدين، بمعنى ان كل ما صورة من صورك انباعت لشخص مشترك ب$29 في الشهر، فانت نسبة ارباحك في الصورة هتكون عالية لان هي اتباعت ب$2.90. نفس الصورة ديت نفسها هي بتاعتك برضو لو انباعت لشخص تاني مشترك $199 في الشهر هيشتري نفس الصورة دي ب27 سنت. يعني ان صورتك ممكن تقدر تتباع مرة 2 3 10
ب27 سنت، ومرة تانية تلاقي نفسك بايعها $2.90. كل اللي احنا قلناه ده كله خطط سنوية انت بتشحنها كل شهر او بيبقف عليك الشهر بقد كده. طيب لو انا جيت بقى خدت الشهرية، الخطط الشهرية، يعني انا عايز شهر بشهره وانا هدفعه، وقتها بتاخد ال750 ب249. هو ليه عملها كده؟ غلاها ليه؟ ما كانت ب199 من شوية. ايوه، ما هي كانت هتبقى واقفة عليك ب199 لو انت مشترك سنويا، فهو ضامن ان انت قاعد مع سنة هتدفع له كل شهر $199. لكن انت هنا هتدفع شهر بشهره، فهي هتبقى واقفة عليك ب249. 350 بقت ب199، وخد بالك النسبة هنا بدأت تزيد، فانت برضو هنا ممكن تلاقي صورتك هي اللي كانت بتنباع مع واحد ب27 سنت من شوية، وهي اللي انباعت برضو ب2.90 سنت، برضو ممكن تنباع ب33 سنت او ب94 سنت. ودي الاشتراكات اللي هي 350 ب199 دولار، و50 ب125، و10 ب49 دولار. ادي الخطط بتاعتنا. طيب هنا بقى في باكجين تانيين خاصين بالصور، لو انا حابب ان انا هشتري صور وانا دافع فلوسها اوريدي خلاص. يعني ايه؟ يعني كل اللي احنا قلناه من شوية هنا ده عبارة عن اشتراكات. اشتراكات بمعنى ايه؟ يعني انا ليا في من الاخر 700 بالاشتراك اللي انا مشتركه، 750 صورة هنزلها في الشهر. بمعنى انا لو جيت النهاردة، قلت النهاردة يوم واحد في الشهر، دفعت $199 في الشهر، متاح ليا ان انا نزل من اول واحد في الشهر لحد 30 في الشهر 750 صورة، كل صورة هتقف عليها ب27 سنت. بمعنى ان انا اشتركت دفعت $199 هنزل 750 صورة، نزلت طيب 10 من ال 750 هو ملوش فيه، انت متاح لك 750، عايز تنزلهم كلهم نزلهم، عايز تعمل لهم داونلود كلهم اعمل لهم، مش عايز براحتك، عايز تعمل له واحده بس براحتك، انت المهم مشترك معاه شهريا هتدفع له $199 شهريا، هتدفعهم له مقابل 750، او هتدفع له $29 شهريا مقابل 10 صور هتنزلهم بس، ايا كان اي 10 صور انت ليك 10 صور. اما في الخطط ديت فديت خطط مدفوعه مقدما، بمعنى انت بتدفع، انا راجل مش عايز اشترك معاكم يا شباب شهريا، مش ما عنديش انا امكانيه ان انا اشترك، ما عنديش فلوس ان انا اشترك، او ما عنديش كميه الصور اللي انا هنزلها فتخليني اشترك، انت كده بتغرمني او انت كده بتاخد مني فلوس على الفاضي. قال لك لا، انت كده كده معايا، راح اعمل لك خطط تانية خاصه بالناس اللي مش عايزه تشترك شهريا، او مش عايزه تشترك اشتراكات طويله المدى. دي ناس عايزه تنزل صور وخلاص، عجبتها صوره صورتين ثلاثه، عايزين ينزل الصور وخلاص. قال لك متاح ليك ان انت، فدي اسمها صور مدفوعه مسبقا. بمعنى ايه؟ انت بتدخل تشتري، انا عايز دلوقتي 25 صوره، فانا هروح محدد 25 صوره واعمل باي، معناها هيفتح لي الحساب بتاعي ان انا اقدر انزل 25 صوره مدفوعين خلاص تمام خلال السنه في اي وقت من اوقات السنة ب$229. ساعتها الصورة واقفة عليك بكام؟ $9.16. او يا جماعة الخير انا عايز انزل 5 صور وهاخد بعضي وامشي، انا ليا في عندكم في رصيدكم 5 صور هنزلهم في خلال السنة، الخمس صور دول هما $49. الصورة الواحدة واقفة ب$9.80. اصبح انت تقدر تبيع صورتك، تنباع مرة ب9.16، ممكن 89، ممكن 92 نفس الصورة، ممكن 27 سنت نفس الصورة. الموضوع ده كله بيتحدد او بيقف على حسب الشخص اللي بيشتري منك الصورة، وعلى حسب الاشتراك بتاعه هو مختار اي باكج من الباكج ديت. دي كده الشرايح اللي موجودة عندنا واللي موفرها الموقع في وقت تاريخ الفيديو المعمول ده. بعد كده في كمان بيقول لك ان انت تقدر تستخدم الـ يعني تكون في مالتي يوزرز موجودين، يعني اكتر من يوزر يستخدمهم وينزلهم من نفس الاشتراك، بس بيبقى 379 في الشهر
وفي من 3 ل 10 يوزرز يقدروا يعني على نفس الاشتراك ده 5 انفار. وليكن انت مثلا عندك شركة دعاية واعلان وعندك مصممين، وليكن 10 مصممين موجودين في المكاتب بتاعتهم وكل واحد عايز يشتغل، فانت بتعمل لهم اكاونت ب$479 في الشهر، بيقدروا ان هم يفتحوه كلهم وينزلوا من عندهم من هناك صورة بما يعادل 750 صورة في الشهر، بما يعادل 750 صورة. دي الاشتراكات اللي بتكون متعددة، ولو 11 يوزر، لو 11 واحد، بيكون ب$579 في الشهر. كده احنا اخدنا كل الشرايح بتاعت البرايسنج او الاسعار. اشوفكم ان شاء الله الحلقة الجاية بإذن الله في درس جديد، عشان نكون احنا كده خلاص غطينا منصة الشراء وهنبدأ على ندخل على منصة البيع. اشوفكم على خير ان شاء الله.